اوكي توني رسبنت من العالم. اوكي هاي اللعبة اول مرة شايفها بحياتي. هذا شنو؟ بالله خلي اروح اشوفها شنو ذا. اوكي شكله قصر لو شنو. في اشخاص هنا أنا. في اشخاص. بالله ادق البوق. خلاص بلكي يرفضوني. هاي شنو هذا؟ شنو ذا بيت اعتقد؟ والله ما ادري. اوكي هذا جرس صح؟ اي في احد هنا في ذا البيت المدري شنو من تراب ومدري شنو ذا. هي والله شكله ما في احد خلي ادخل البيت. اوكي هيك ينفتح الباب. حلو فور فري مجانا. اوكي حلو يعني ذا البيت مجاني. حلو طب شكله ذا البيت كلش غالي. اوكي عندنا هاي شنو هاي كرافتينج. والله ما بعرف شو معنى كرافتينج. شنو هذا بالضبط؟ هذا فرنس اعتقد. هذا فرن والله ما ادري شكله زي الفرن. اوكي هذا شنو؟ صندوق. اوكي تشيز. في عندنا بريت خبز. اوكي خلي اخذ لي الخبز. عندنا دروع. حلو عندنا سيف. حلو كلش حلو. اوكي خلي ناخذ كل شيء. حلوين خلي البس الدروع لان الصراحه الجو كلش برد برا. كلش برد الجو برا. هاي شنو هذا؟ هاي والله ما ادري شنو هذا بالضبط. اوكي بس خلي اشرب لي شويه مويه حتى ما اعطش بعد. اوكي والله اني كل شيء ما بعرف من هاي اللعبه. والله اروح الجاي اقول له تعلمني شلون العب. والله ما ادري. هي جاري افتح لي الباب. هي جاري افتح لي الباب. جاري هي مين ذا؟ السلام عليكم. انا جديد على اللعبه كل شيء ما بعرف. اتمنى تعلمني شلون العب. هي اتمنى تعلموني شلون العب. لا ما راح اعلمك. هي ارجع البيت. ارجع يا اخي ترى هنو. لا يا اخي والله انا جديد على اللعبه كل شيء ما بعرف. اتمنى تساعدوني بس ولو معلومه بسيطه بليز. ابي اصير محترف زيكم. واو والله البيت ما راح خرافي. لا اطلع من البيت. روح ارجع البيت. واو والله كلش حلو ذا البيت حقكم. اتمنى اتمنى يصير عندي بيت زيكم. والله صار اتمنى تعلمني. اتمنى تعلمني. اوكي تعال معي. تعال. اوكي يلا جايك. هي ليش تبي تقتلني؟ وش سويت لك انا حتى تبي تقتلني؟ لا تسوي لي ولد. روح ابتعد عني بس. روح ابتعد عني بس. روح اطلع فوق. قلت لك روح اطلع فوق. خذ. اوه شكرا. بس هذول وش اقدر اسوي بيها ناني؟ كل شيء ما بعرف. راح يفيدوك ضد الوحوش ذول كلهم. اوه حلو يعني هسه اذا يجيني وحش او اي شخص يعني اقدر اجلده. يعني اشيلهم هذول. اوكي حلو افتهمت هسه. اوكي حلو طيب هسه تقدر تعلمني شلون اضرب شخص؟ يعني مثلا انا وياك بنتقاتل يعني تقدر تعلمني شلون يعني بي في بي باختصار؟ اوكي يلا خلاص. طيب انت عندكم حلبه بي في بي او حلبه قتال؟ شنو هذول الدروع؟ والله شكلهم خرافيات. والله حلو اتمنى يصير عندي زي هذول الدروع. والله كفو. همين ذا اخوك المتكبر يبي يطلعني من البيت. هي ليش تبي تطلعني من البيت انت يا ورع؟ تبع على كلامك. اوكي خلاص يلا. طبعا ذي المنطقه الثانيه اللي نسوي فيها بي في بي ونبني فيها يعني نتعلم البناء. اوكي يعني راح تعلمني شلون ابني. اي حلو كيف بدك تسوي كذا يا ورع؟ والله اتمنى اصير اسوي هاي الحركه. والله كلش حلوه هاي تصدق. اي كفو بالله. اقدر اخذ شويه بلوكات من الصناديق اتعلم. اي حلو اوكي اخذ لي 64 حبه. طيب اصعد كذا صح؟ وبعدين كيف ابني زي كذا صح؟ بس ابي اسوي هاي الحركه اللي سويها قبل شويه ذا اخويك. كيف تسويها يا ورع؟ بليز علمني. يب هاي ترى في ثلاثة انواع بناء. انك تبني هيك بطيء وانك تبني برزلي زي هيك. حلو. هاي يسمونها برزلي اللي بدك تسويها انت هسه؟ لا ذي اسمها فاست بريدج. حلو. اي وقعت. اوكي خلي اصعد. اوكي طبعا قلت لي هاي يعني من تسوي هاي شو اسمها عندكم هاي؟ من تسوي كذا شو اسمها عندكم؟ ذا اسمه الشيفت. حلو يعني من تبني وانت دا تسوي شيفت هاي اسمها فاست بريدج هيتش صح؟ يب هاي سهلة اقدر اسويها ترى. اوكي ايزي يعني. يب اني اتعلم اي لعبة ادخلها على السريع اتعلمها على السريع. وش نوع البناء اللي عندكم الثاني؟ بس خلي اروح اخذ لي شوية بلوكات لان خلصنا اللي عندي. اوكي خلي اصعد لك دقيقة. حلو يلا شنو النوع البناء الثاني اللي عندكم؟
هاي اللعبة. ثاني هو البريزلي ترى صعب يعني مو البريزلي صعب؟ اوكي شخص يقدر هيك انك تبني بالمنتج. اوكي حلو. طيب خلي اجرب، لو انها شوي صعبة تعتبر. يب صعبة، اعتقد ما اقدر اسويها، لازم اروح اتمرن عليها كثير، بس يعني تقدر تقول اقدر اضبطها يعني. اوكي طيب. طيب عندكم نوع ثالث بناء؟ ايه عندنا نوع ثالث ترى، بس يوسف هو اللي متعلم. طيب يوسف تقدر تشوفني كيف؟ اوكي حلو، يعني بلا ما تسوي شيفت وتصعد. بلا خلي اجرب. اوكي زي كذا يعني. يب اني مو متعود عليها مره، بس كاني شفته يسوي كذا. يب كذا كذا كذا. اوكي شكرا لكم لانكم علمتوني طرق البناء في هاي اللعبه. طيب ان شاء الله غدا الصبح تعلموني شغله ثانيه. يا خلاص اني ارجع غدا. اوكي اني رايح انام في بيتي. اوكي يلا تصبح على خير. يلا تصبح على خير. خلي انام هسه، وان شاء الله غدا الصبح ان شاء الله اصدقائي راح يعلموني طرق ثانيه للبناء. اوكي يلا تصبح على خير. اوكي رفيق، ابيك موضوع حول ذا الشخص، تراني مو مطمن له، احسه راح يقدر بنا اشي. لا ترى مسكين، شوف اني ايش مسكين. ترى كل منو بهيك لما يتعلمون ينقلبون ضد اللي يعلم. لا احساس اتجاهه والله حلو. يلا نام. بس اقول لك انا مو مطمن له. اوكي يلا نام. يلا. اي صباح الخير، صحيت من النوم. هي اكو شخص هنا. هلا والله صديقي، هلا شلونك؟ هلا والله شلونك، شو اخبارك؟ ها عادي اخش ولا لا؟ يا تعال ادخل البيت. اوكي حلو. ها وين اخويك؟ وين اخويك؟ اجا؟ اظن نايم. اوكي يلا براحته. اوكي كفو، هاي كيكه صح؟ اوكي رح ناكلها مع بعض. اي حلو 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 تفاح. ولا شيء خلي اجيب لها. والله شكرا لك، شكرا صديقي. اوكي خلي بروح بروح الحين، يعني بسوي تمارينات انا ويوسف وممكن ارجع لك. اوكي اقدر اجي معاكم اتمرن وياكم؟ اوكي خلص اكلك بعدين اروح. اوكي يلا خلاص يلا ترى برد. اوكي خلاص. لا انا شكرا لك، يعني انت انطيتني الدروع. اوكي شكرا لك، يعني هسه البرد ما راح يسوي لي اي شيء، عرفت كيف؟ يلا حبيبي يلا. اوكي بس خليني اكل لي شوي. اوكي خلاص جبعان. اوكي خلي ارجع الاغراض في الصناديق. اوكي حلو. اوكي يلا هسه خلي اروح الجاري. اوكي خلي ادق البوق. هاي جاري افتح لي الباب جاري. اي روح افتح لها يوسف. السلام عليكم يوسف، افتح لي الباب يوسف. هاي السلام عليكم. مين انت؟ هاي شنو من انت؟ زرت النور. قبل شويه رفايال عزمني راح اتمرن وياكم اليوم. يلا خلاص، ايش عندنا دروس اليوم؟ عندنا دروس قتال صح؟ ايه الحين عندنا دروس قتال، حتتقاتل انت ويوسف الحين وراح اعطيك. اوكي حلو. طبعا هو تقريبا الدروع مالته اقوى من دروع مالتي، فممكن تنطيني دروع زي يوسف حتى نقدر نتواجه وياه، يعني يكون عدل. اوكي طيب هسه راح يخدرنا تعطيه دروع. روح جيب له دروع. رفايال رفايال، بما ان يوسف رايح يجيب لنا دروع، فممكن تعلمني اساليب القتال؟ اوكي يلا تعال. يلا خلاص. طبعا في اساليب البي بي بيلك تضرب وتتحرك، يعني عشان ما تخلي الخصم يدمجك او يضربك. حلو، يعني من اضرب كذا لازم دوما افتر ابقى اتحرك يمين يمين يسار. حلو اوكي افتهمت. في قاعده ثانيه؟ وفي قاعده ثانيه انك لما تدمج يبيلك تاكل فود او جودن ابل عشان تتهلف. حلو، يعني مثلا اذا قلوبي نقصوا اكل لي خبز او جولدن ابل يعني قلوبي ترجع على السريع صح؟ اوكي لو الخصم يبي يجيك حاول انك تضربه بالبو. اوكي اوكي حلو افتهمت يلا شكرا. اوكي يوسف هسه راح تنطيني الدروع صح حتى نتقاتل انا وياك؟ اوكي يلا انطيني الدروع. اوكي هذول وش تسمون هذول الدروع؟ دروع دايموند صح اعتقد؟ ياب حلو اوكي حلو هسه اني عندي هسه الدروع مثل يوسف. اوكي هسه راح اعتمد استراتيجيه مثل ما قلت لي اياها انت بالضبط. اوكي يعني لازم اضرب وتحرك في نفس الوقت وما احط الخصم يضربني. اوكي يلا روح هناك اوكي
حلو. مستعدين لو لا؟ ياباني مستعد. يلا 3 2 1. اوكي يلا. انت قلت لي لازم على الاول تضرب بالبود دمجها شوي، بعدين تضربها بالسيف، ولازم تبقى تفتر يمين يسار. يلا يلا لازم ادمجها. اوكي اوكي بالبو. اوكي بعدين اضرب وتحرك يمين يسار. موت. يلا خلاص ما بقى له شيء، اعتقد ما بقى له شيء. موت موت موت. يلا زي ما علمني صديقي، لازم تروح يمين يسار وتجلد وما تحط الخصم يضربك. يلا يلا ما بقى له شيء. يا اخي ايش قد درعه قويه ذا، ايش قد درعه قويه. خلي اقتله. اوكي موت. يلا يلا موت موت موت. اوكي اوكي انا استسلم انا استسلم. استسلمت يعني اني فزت صح؟ ايه فزت عليك يا ورع. اوكي والله شكرا لك يا معلم رفايال، والله شكرا لك حبيبي. ترى مهاراتك حلوه، ولو ياب ياب هيكر راح تصير قوي قوي. يعني الاشي الحلو فيني اني اتعلم على السريع، يعني عرفت شلون؟ على السريع على السريع اتعلم. اوكي يلا شكرا لكم اصدقائي. والله اليوم الثاني الصراحه كلش تعلمت اداء الضرب واداء القتال، والله الصراحه شكرا لك لك رفيعت. اوكي يلا ان شاء الله غدا راح نتمرن اكثر ونلعب مع بعض. اوكي يلا تصبحون على خير. خذ لو تبي يعني دروعك القديمه. اوكي اوكي انطيني الدروع القديمه. شكرا 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 شكرا. يلا يلا تصبح على خير. يلا تصبح على خير. يلا رفايل رفايل تعال 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 تعال. ايش هلا هلا. ناقصنا كثير اغراض، يبينا نروح نتغذى من السوق. اوكي يبقى ناقصنا كثير. غدا في الصبح راح نروح. اوكي 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 يلا 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 روح لنا. بروح ازرع واجيك. اوكي اوكي ايوه اخيرا صحيت من النوم. اوكي انا البارحة سمعت انهم راح يروحون في الصبح للسوق. هاي نسوا باب البيت حقهم مفتوح. والله 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 شو اسوي؟ هو هسه ما في احد بالبيت، فشو نسوي؟ يلا معليش يلا جيب 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 كل شيء كل شيء كل شيء، ما حط لهم اي شيء، كل شيء كل شيء اخذها. يا اخي والله اني فقير، كل شيء ما عندي في ذي اللعبه، وهم تشوفون يعني عندهم كل شيء، فلازم اصير اني مثلهم غني. فخلي ادخل. اوكي ايش في صندوق؟ يا اخي يا اخي شنو هذا الصناديق الاسطوريه اللي عندهن؟ فخلي اخذ الدروع. الدروع اوكي الجولدن ابل. اوكي الدروع اهم شيء لانهم كلش غاليات، فخلي اخذهم كلهم كلهم. جيب 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 كل شيء كل شيء، حتى السيف جيبه. اوكي خلنا نصعد فوق نشوف ايش عندهم جيزان. خلاص هذول كلهم اشياء يعني مو حلوات. اوكي اوكي سرقتهم كل شيء. اوكي خلي ارجع للبيت حتى قبل لا يجون. خلي ارجع للبيت. اوكي ايش في هنا؟ خشب. اوكي احتاج شويه خشب لان يمكن في المستقبل راح ابني بيت جديد، فلازم لازم خشب. اوكي يلا هسه خلي ارجع للبيت. اوكي خلي انزل كل ذا الاغراض، انزلهم في الصناديق، انزلهم كلهم 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 انزلهم كلهم. يلا رفيل نرجع من السوق ولا تعبت؟ اشتري يلا يلا انسى وات. يلا عادي وات. بيب رفايل بيتنا مفتوح، استنى يا رب ما نكون سرقنا. دقيقة اشوف اغراضي. اوكي يب من شو؟ والله انسرقنا رفايل. والله انسرقنا. والله سرقونا. روح الفقير. بروح الفقير واجيك. استنى اوكي بجي معك بجي معك. لا لا استنى استنى هنا، لو يكون هنا في البيت اتصال. اخي والله مو معقول ان نسرق الحين. هاي السلام عليكم. هلا هلا ترى عادي خش اول شيء. يلا يلا تعال تعال مو مشكله تعال. اوكي ترى انسرقنا يعني كنت في رجعنا من السوق انا ويوسف، ما لقينا اغراضنا والزرع مالتنا. صدق منو اللي سرقكم؟ منو؟ والله لا 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 وات وات ايش يصير؟ اسمع صور ضرب في ذا البيت. دقيقه لا 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 يا غدار غدار ولا غدار ترك غدار. لا واخيرا ذا البيت صار لي، قتلتهم الاثنين، صرت محترف، اعرف العب، اجلد كل شخص يقدر يجيني ويتعدى على حقوقي، اقدر اسوي كل شيء، والحمد لله البيت صار لي ذا البيت الفخم الحلو الحلو. والحمد لله بعد ما كنت فقير وكنت نوب وكل شيء ما بعرف هاي اللعبه، صرت غني وصار عندي افخم بيت في العالم في الحياه كلها. يلا هسه اجلل خلي اروح انام. يلا تصبحون على خير.